هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وكل طلاب برايمري 1. مكملين مع بعض منهج كونكت بلس للصف الاول الابتدائي الترم الثاني. وصلت معاكم ليونت 11 ليسنز 6 7 اند 8. النهارده هناخد الدرس السادس والسابع والثامن في الوحده ال11 في منهج كونكت بلس. تعالوا كده نقرا كلمات درسنا ونشرح الدرس ونشرح الجرامر ونحل مع بعض كل تدريبات كتاب المعاصر. ان شاء الله الفيديو يفيدكم ويعود عليكم بالنفع والفايده. تعالوا نبدا يلا ونسمي الله. بسم الله نفتح كتاب المعاصر على بيج 203. يلا، اول كلمه في كلمات درسنا هي كلمه قلعه، والقلعه اسمها فورت. فورت قلعه. البحر اسمه سي. سي. لما اقول بدري مبكرا early early، الشمس لسه طالعه. الاجازه اسمها vacation. vacation. v v k c، بنطقها بصوت حرف الكي. طب والتي والاي والاو؟ خلي بالك الثلاث حروف دول لما بيجوا مع بعض كده، لما بيتكتبوا جنب بعض بنطقهم كانهم حرف الشين. ماشي. vacation. vacation. vacation يعني اجازه. تمام. طيب تعالوا نقرا درسنا بقى. I أنا never أبدا go to school، أذهب إلى المدرسة on vacation في الأجازة. ويوزوالي إحنا عادة go to the beach، بنذهب إلى الشاطئ. I أنا like أحب the sea، أحب البحر. طيب تعالوا نشوف الصورة الثانية. وإحنا sometimes أحيانا go to a fort. fort معناها قلعة. it's fun، إنها ممتعة. I never go to bed early، أنا أبدا لا أذهب. never دي كأنها not يا ولاد، يعني لما تشوف never في الجملة تعرف كده إن أنت بتنفي الفعل كأنك بتقول not، يعني أنا أبدا مش بذهب إلى السرير مبكرا. I usually بقى أنا عادة go to bed at quarter past night، الساعة 9:15. خلاص؟ طيب تعالوا كده نروح للأسئلة بتاعت lesson 6 كده. تعالوا نحل، احنا دلوقتي في page 204 عشان تكونوا متابعين. يلا نحل. السؤال الأول هو سؤال تكست، وخلاص بقى احنا كده بقينا شطار جدا في سؤال التكست. في قناة انجليزي كل المراحل بقول لكم دايما طريقة الحل بتاعته. طيب يلا نحل نقراه. I am lean، أنا lean. On school days، في أيام المدرسة. I get up، أنا بصحى. At quarter past six، الساعة 6:15. I usually، أنا عادة walk to school، بمشي للمدرسة. I go to bed at 8 o'clock، أنا بذهب للسرير الساعة كام؟ 8. I never sleep late، أنا أبدا ما بنامش متأخر. On weekends، في الأجازات. I get up، أنا بصحى. at 7 o'clock، الساعة 7. I usually go to the beach، أنا عادة بذهب للشاطئ. طيب تعالوا نشوف بقى الأسئلة. On school days، في أيام المدرسة. lean gets up at 7 o'clock. تعالوا نطلع للقطعة كده ونشوف. هي قالت lean أهي، كانت بتتكلم على نفسها، وقالت get up at quarter past six. لا غلط، لأنه مش نفس اللي مكتوب في الإيه، في الباسج اللي عندي في القطعة. وانا مطالب ان انا لازم اكون اكتب نفس اللي ايه اللي مكتوب قدامي. طيب نمبر 2، lean usually walks to school. تعالوا نشوف، هي كانت بتقول usually walk to school. ايوه صح، ترو. طب رقم 3، on weekends، في الاجازات. she gets up at quarter past 6، هي بتصحى quarter past 6. ايوه، لا بس هو قال ايه، هو بيقول هنا on weekends؟ لا، دي قالت ايه، هي بصوا بتقول on weekends I get up at ايه 7. لا فولس، غلط. لازم كل كلمة يا ولاد في الجملة، يعني تمشي كلمة كلمة في الجملة، تكون نفس اللي مكتوبة فوق. تمام. يلا نحل رقم 4. lean always sleeps late، lean دايما بتنام متأخر. تعالوا نشوف. lean I never، لا هي بتقول لا انا ابدا ما بنامش متأخر، يبقى غلط فولس. يلا نحل السؤال الثاني. بيقول لي look، انظر للصورة، and write the missing letters. هنا الصورة ايه؟ fort. ف او او حرف ايه ده؟ او ها بي
بيتش ب ب حرف البي. سي اي طويله اي وبعدها ايه؟ بحر. ذ ذ حرف الفي فيكيشن. تعالوا نحل سؤال الترتيب. اول حاجه بصوا كلامي بقى دلوقتي للامهات بجد، لما الطفل يحل كتير احنا دلوقتي لو انتوا متابعيني على قناه انجليزي كل المراحل ليه ما بسيبش اي سؤال؟ ممكن اقرا الكلمات بس كده واشرح الدرس زي ما ناس كتير بتعمل ومحلش، لكن الحل هيخلي الطفل يتعود كتير قوي انه يمارس اللغه. عشان يبقى الطفل او الطفله فعلا بجد شاطرين في ماده اللغه الانجليزيه هو في اي ماده بس اللغه عموما، لازم يمسك القلم ويحل بايده، لازم ما يبقاش متلقي بس، ما يبقاش بيسمع بس نطق كلمات وشرح وخلاص كده، لا، عمره ما هيقدر يبقى شاطر الا لما يمارس اللغه. تمارس اللغه يعني ايه؟ يعني تبدا تمسك القلم وتحل. هتلاقوا حتى لو انتوا كده متابعين هتلاقوا ان احنا نفس الحل، الكلمات بتتكرر، الاسئله بتتكرر صح؟ باشكال مختلفه. فالطفل مره على مره، انتوا متخيلين بصوا كميه التدريبات اللي احنا حليناها مع بعض على قناه انجليزي كل المراحل، كميه تدريبات كتيره جدا جدا، فالحل ده كله اكيد بامر الله هيثبت المعلومه عنده اكتر. تعالوا نحل. يا ريت طالما قطعنا بقى الكلام يا ريت ندوس لايك من فضلكم، يا ريت ندوس لايك للفيديو. نمبر 1، اول حاجه هنا انا هكون جمله. طيب الجملة بتتكون من ايه؟ من فاعل وفعل، فاعل وفعل. طيب اول حاجة، الله اكبر الله اعظم، اول حاجة الوي فاعل. طيب فين الفعل؟ ايت. بس استنى انا مش هكتبك ليه؟ علشان في هنا ايه؟ يوجوالي، ظرف من ظروف التكرار، بكتبه الاول قبل الفعل. يبقى وي يوجوالي ايت، احنا عادة بناكل. بناكل ايه بقى؟ عندي اسم مكان وعندي حرف الجر. لا، احط حرف الجر الاول وبعدين اسم المكان. يبقى الجمله ايه بقى؟ We usually eat at a restaurant، احنا عاده بناكل في المطعم. طيب رقم 2 بقى، عندي كلمه جو اذهب وكلمه نيفر ابدا واي انا وسكول مدرسه وتو الى وفيكيشن اجازه وان حرف جر. طيب هعمل ايه؟ هكتب جملة، هكتب اي اول حاجة الفاعل. انا شايفة الفعل اهو بس مش هكتبه، ليه؟ عشان عندي ظرف من ظروف التكرار اللي هو never. اي never، انا ابدا. ايه بقى؟ انا ابدا اذهب، يعني معناها انا لا اذهب. ايه بقى؟ ها to الى school، الى المدرسة on vacation، في الاجازات. تمام، خلي بالك انا لازم كده ان انا اعرف طفلي فين ال اهي. بصوا بيج 195 في الكتاب اهي، ظروف التكرار دي احفظها. تمام، always usually often never sometimes، لما يشوف اي كلمه من الكلمات الخمسه دول يعرف ان هو هيكتبهم قبل الفعل. تمام، مهم قوي. تمام، تعالوا نشوف رقم 3. هنا عندي يوجوالي اهو، ظرف من ظروف التكرار، بيت سرير واي انا وتو الى وجو اذهب وايرلي مبكرا. هعمل ايه؟ اول حاجه اي انا. طيب هكتب ايه؟ انا شايفه الفعل اهو بس انا عشان عارف ان يوجوالي دي من الخمسه ظروف التكرار اللي انا عرفتهم هكتب يوجوالي الاول وبعد كده جو. طب وبعدين؟ ها الى السرير، تو بيد، ها بدري يعني مبكرا. تعالوا نروح للسن 7 واحنا دلوقتي بيج 205. يلا ناخد بقى ماس شويه نغير الانجليش. تعالوا نشوف هو بيقول لي بصوا للبار البار جراف ده، البار جراف دوت اللي هو الرسم البياني. يعني ايه الرسم البياني ده؟ نوع كده من الرسم بيديني كده داتا، بيديني معلومات انفورميشن كده. تعالوا نشوف هنا لو انا بقول بعمل كده حصر للطلاب بيصحوا امتى، فانا بكتب هنا الستودنتس عدد الطلاب وبكتب هنا التايم الوقت. بشوف بقى كام طالب بيصحى في وقت الساعة 7، كام طالب بيصحى 7:30، كام طالب بيصحى 8 كده. تعالوا نشوف هنا بقدر ان انا احصل على الشكل من الشكل ده على الانفورميشن او المعلومات. يعني نمبر 1 7 students، 7 طلاب go to bed at 7 o'clock، بيذهبوا للسرير الساعة 7.
اهو عرفت منين التايم؟ الوقت اهو التايم اهو 7. كم طالب؟ 7. تمام الساعة 7. 7 طلاب. طيب نمبر 2 بيقول لي بقى كم طالب جو تو بيد ات 9 اوكلوك؟ اعمل ايه؟ اشوف هنا في التايم فين كلمة فين 9؟ اهو 9 الساعة 9. كم طالب؟ بصوا اطلع كده بالمربعات اشوف هي رايحة لرقم كام؟ 5. يبقى كم طالب؟ 5. اكتب هنا كام؟ 5. يلا نكتبها ازاي؟ نفتكر بقى الارقام بتتكتب ازاي؟ ف حرف الاف ها؟ 5. حرف الاي، ف حرف الفي، والاي في اخر الكلمه بكتبها وما بنطقهاش. طيب بيقول لي 8 students 8 طلاب go to bed at الساعه كام؟ اروح بقى للنمبرز، يبقى انا هروح كده عند اللاين الخط اللي فيه الايه؟ النمبرز. طيب هنا عندي انا عندي تو لاينز خطين، خط هنا فيه النمبرز وخط تاني في التايم الوقت. طيب هنا بيقول لي 8، فين رقم 8؟ 8 اهو. طيب اشوف الحد فين؟ لحد 8 8 اهو. طب تعالوا نشوف بقى ال 8 كم عدد الطلبه بيصحوا كام؟ هاف باست 7. يبقى انا هكتب هنا رقم كام؟ ها هكتب هاف اهي هاف ها باست 7. الساعه كام دي؟ 7:30. واقدر اكتبها كده 7:30. طيب رقم 4 the most number of students، the most الاكثر الاكثر الرقم الاكثر العدد الاكبر للطلبه go to bed at 8 o'clock الساعه 8 والساعه كام؟ تعالوا نشوف الساعه 8 والساعه 8:30 اهو، لان بصوا الساعه 8 10 طلاب صح؟ والساعة كام؟ 8 اهي. وكمان 8:30 يبقى كام؟ 8 o'clock and 8 o'clock and ايه؟ 8:30 والساعة 8:30. تعالوا نروح بقى لبيج 208 كده ونحل مع بعض. بصوا بقى هو هنا عاكس، يعني هنا هتعملوا ايه؟ هنا مديني البار جراف دوت الرسم البياني، ومديلك بقى الانفورميشن تحت هنا في التيبل في الجدول ده، مديلك ايه؟ getting up time تمام، ومديلك هنا numbers of students وقت الصحيان، getting up وقت الصحيان وقت الاستيقاظ، وهنا عدد الطلبة. طيب تعالوا نعمله مع بعض، يلا بينا. هنا هنا انا عندي اللاين ايه؟ عندي اللاين هنا الخط ده في numbers of students، هنا numbers تمام ارقام الايه؟ اعداد الطلبه، وهنا الجيتنج اب تايم، وهنا وقت الصحيون. طيب نمبر 1 هاف باست 5 الساعه 5:30 اهي هاف باست 5. كم عدد بيصحى؟ 4. هو هنا عاملها لك وملون لحد رقم 4 تمام، انا هقول لك وانت هتلون بقى في البيت. هنا 6 o'clock الساعه 6 بالظبط اللي هي دي، كم عدد؟ 3. يبقى انت هتطلع لرقم كام؟ 1 2 3 اهو بصوا 3. يبقى هتلونه لحد فين؟ لحد هنا تمام. يلا نشوف هاف باست 6 الساعة 6:30 كم عدد الطلبة؟ numbers of student كام؟ how many؟ 12. يبقى هنا الساعة 6:30 سوري يا ولاد، هي هنا رقم 6 الساعة 6 بالظبط هنا لغاية رقم 3 تمام اهي. طب الساعة 6:30 بقى كام؟ 12. يبقى لحد 12 يعني كلها الساعة كام؟ half past 6 تمام؟ طيب هنا 7 o'clock الساعة 7 كم عدد بقى؟ 8 الساعة 7 7 8 8 اهي. يبقى لحد هنا هنلون تمام؟ طبعا انا بلون ايه؟ اي حاجة انتوا بقى تلونوا بكالرز حلوة بقى. half past 7 ها؟ الساعة 7:30 يعني دي 7:30. تعالوا كده نشوف lesson 8 تمام، احنا دلوقتي page 207. يلا نشوف بقى هو درسنا ده درس فونكس، درس صوتيات. هنعرف مع بعض ازاي حرفين بيتكتبوا الاي والاي، الاي والاي بيتنطقوا بصوت ايه لما يكونوا جنب بعض، وكمان صوت حرف الاي تمام بيظهر ازاي لونج طويل لما بيكون في اخر الكلمه حرف الاي،
وبرضو حرف الواي بننطقه ازاي؟ تعالوا نشوف. بصوا يا اولاد، الحروف المتحركة اللي هي الفاولز، اللي هي الخمس حروف، مش احنا عندنا الحروف الانجليزية 26 حرف؟ الحروف المتحركة خمسة، صح؟ انتوا عندكم على قناة انجليزي كل المراحل هنا في فيديوهات شورتس كده، نطق الحروف المتحركة ازاي، تمام؟ ارجعوا لها برضو هتلاقوها بقى اي دقايق كده بس بالتفصيل. هنا الحروف المتحركة عندي الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. هي ليه اسمها حروف متحركة؟ علشان صوتها بيتحرك من كلمة للتانية. ساعات بنطقها لونج، صوت مد كده، يعني بمد في صوتها قوي طويل كأني مد بالعربي، وساعات بنطقها خطف، صوت قصير شورت. النهاردة احنا هنتكلم على حرف الـ I. طيب حرف الـ I بقى، حرف الـ I صوته ها، صوته إيه لو صوت قصير، او صوته اي، يعني كأن باسمه كده، كأن نفس اسمه صوت الاي. امتى اقوله بقى لونج اي؟ امتى اقوله كده؟ بصوا، لو انا احنا قلنا ان الحرف الاي من الحروف المتحركة، صح؟ بس حرف الاي دوت من الخمس حروف المتحركة ده، لما بيجي في الاخر بيضحي بصوته، حرف غلبان. طيب بيجي في اخر الكلمة مع اصحابه الحروف المتحركة دول، اي حرف فيهم بيكون هو الحرف ايه بقى اللي بيضحي بصوته. طيب ما بينطقش صوته ليه؟ علشان يظهر صوت الحرف المتحرك من صحابه. تعالوا نشوف ازاي. يعني هنا تعالوا في كلمة تايم كده، كلمة وقت، تعالوا نقراها مع بعض. تعالوا نقرا حرف حرف، ت ت، حرف الت ت، اي م، تايم، صح؟ طيب هنا لما قروا معايا تايم كده، قولوا معايا تايم. انتوا كده نطقتوا حرف الاي؟ لا، ما سمعناش صوته خالص، صح؟ تعالوا نقول كده تايم. ها، الصوت حرف الاي ايه؟ ضحى بصوته، ما قالش صوته، ما نطقناهوش خالص علشان يظهر صوت حرف الاي صاحبه في الحروف المتحركة، تمام؟ يعني معنى كده ان حرف الاي لما يجي في كلمة ويجي بعده حرف اهو ساكن يفصل بينه وبين حرف الاي، حرف الاي ما بنطقوش بس بيظهر صوت حرف الاي واضح. تايم، ت، اي، اي، حرف الاي بصوا نطقته حرف واضح. طيب هنا طياره، ك، اي، ت، كايت، كايت، بصوا حرف الاي ما نطقناهوش لكن حرف الاي ظهر صوت واضح فاداني ساوند الاي، صوت اي. طيب تعالوا نشوف بقى حرف الاي لو جه على طول جنب كلمة اي، جنب حرف الاي، برضو مش هننطق صوت حرف الاي، وصوت حرف الاي هو اللي هننطقه. تعالوا نشوف فطيرة اسمها ايه؟ ك، اي، باي، بصوا اي ما نطقناش حرف الاي خالص. طيب جرفطة، ت، تاي. طب حرف الواي بقى، مش احنا كنا بنقول ان صوته شبه حرف اليه كده شوية؟ وشبه برضو صوت حرف الاي. يعني ازاي؟ تعالوا نشوف لما يجي في اخر كده الكلام، سك، اس، اوكي، سك، سكاي، ي، سكاي، ها، فلاي، يطير. طب تعالوا نحل كده، يلا اول سؤال، يلا اسمعوني. تايم، ها، اي والاي في اخر الكلمة. طيب سكاي، ها، واي، تاي، اي واي. يلا نقلب الصفحة ونحل بسرعة بسرعة. احنا دلوقتي في بيج 208، ويلا نحل السؤال نمبر 1. ها، اول حاجة بيقول لي ريد، اقرا، ولوك، انظر، انتك، ترو اور فولس. نمبر 1، اتس ا كايت. الصورة دي صورة كايت، طيارة ورق؟ لا، نو، غلط، صورة بلين، طائرة. نمبر 2، ذاتس ذا سكاي، السما، السما، هذه تكون السما، صح، ترو. رقم 3، اتس ا باي، فطيرة، دي فطيرة، ايوه صح، ترو. طب رقم 4، ذس از ا تاي، دي جرفطة، لا، دي كلوك ساعة، يبقى فولس. طب يلا نحل السؤال نمبر 2 كده، ها، listen and circle، استمع وحط دايرة، يلا اسمعوا، ها، طاي، طاي يعني ايه؟ جرفطة. نمبر 2، كايت، طيارة ورق.
رقم 3 fly يطير اهو. طيب تعالوا بقى نرتب الحروف. يلا ها كاي ب بي بي سترونج تقيلة بخرج هوا من بقي وانا بنطقها وبعدين بكتب اي اي وبعدها اي. طيب سما سكاي س حرف الاس ك ك كاي كاي اي سكاي سما. طاي جرفطة ت حرف التي اي اي واي. تعالوا نروح لبيج 209 كده. هنا ازاي هنا بيقول لك اقرا ووصل. اول كلمه كايت طياره. فين الكايت هنا؟ اهي زس. طيب طاي طاي يعني ايه؟ ها عايزاكوا تقولوا طاي جرفطه اهي. طيب باي باي فطيره. رقم 3 سكاي سما. يلا نكمل الليدرز الناقصة. ها أول حاجة كلمة كاي أي حرف صوت حرف إيه ده؟ حرفين الأي والإي. طيب سكاي الواي ها كايت أي وآخره إي فلاي حرف الواي. يلا نحل هنا نمبر 1 عندي هنا المفروض إن أنا بكمل جملة. يلا هنا إتس إيه إت إز أ ها كاي ولا تايم ولا سكاي ولا كايت؟ ها طيارة ورق كايت. ك ك حرف الكي. اي حرف الاي. ت والاي في اخر الكلمة ما نطقش صوته خالص ضحى بصوته. نمبر 2 ذا كايت الطيارات الورق بقى فلاي بتطير. ان ذا ايه فين؟ في السما سكاي. رقم 3 اي لايك انا بحب الايه؟ فطيره باي. طيب رقم 4 وات از ذا ايه؟ ذا تايم تايم. تمام تعالوا كده احنا كده خلصنا درسنا كده حليت معاكم كل اسئله درسنا. يا رب تكونوا استفدتوا. باي باي.